السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: الخليج العربي حقيقة لن تحرفها إيران. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تشاركوا معنا من خلال أرقام هواتفنا الظاهرة أمامكم أو من خلال تطبيق الواتساب عن طريق إرسال رسائل مكتوبة سنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، سيكون ضيفنا في هذه الحلقة عبر سكايب الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي. يقول مؤرخون إن بلاد ما بين النهرين والحضارات التي نشأت على هذه الأرض هم أول من أطلق التسميات على الخليج العربي، حيث تعد هذه الأسماء التي أطلقتها الحضارتان السومرية والأكادية من الأسماء الموثقة في كتب التاريخ، والتي تعود إلى أكثر من 3000 إلى 4000 سنة قبل الميلاد. من هذه الأسماء بحر الشروق الكبير، البحر الأسفل، النهر المر، وبحر شروق الشمس الكبير، وبحر بلاد الكلدانيين وغيرها. يقول أكاديميون في الحضارات واللغات القديمة إن هذه الأسماء جاءت في زمن أوائل الحضارات البشرية كالسومرية والأكادية، وهو ما يمنح أصحاب هذه الأرض الأحقية بهذه البقعة المائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تسمية الخليج الفارسي ليس سوى صورة ناقصة، حيث أن مسمى بحر فارس أطلق من قبل نياخروس، وهو قائد أسطول الإسكندر أو الإسكندر الأكبر عام 325 قبل الميلاد، لأنه بحسب المؤرخين سار بمحاذاة الساحل الفارسي ولم يدرك أن هناك ساحلا آخر في الجهة المقابلة. مؤخرا وخلال بطولة كأس الخليج العربي المقامة في البصرة بنسختها 25، رفعت إيران شكوى إلى الفيفا للطعن باسم الخليج العربي، وطالبت أن يكون الاسم هو الخليج الفارسي، كما قامت باستدعاء سفير العراق في طهران للاحتجاج. ووصل الأمر إلى بعض الصحف الإيرانية لتصف تسمية الخليج العربي بالوقاحة العراقية. السبب بحسب إيران هو استخدام السلطات في العراق لمصطلح الخليج العربي، حيث قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إن هذا المصطلح زائف. ولكن أيضا كشف أن محمد الشيع السوداني صحح هذا الخطأ من خلال منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي. وكذلك عبر نواب في مجلس الشعب الإيراني عن غضبهم بعد استخدام مقتدى الصدر اسم الخليج العربي في منشور له خلال الترحيب بانطلاق البطولة الكروية. دعونا الآن مشاهدينا نتابع هذا الجرافيك الذي يبين بالأدلة التاريخية حقيقة اسم الخليج العربي وزيف ادعاءات إيران. لنشاهد. مشاهدينا الكرام، هذه حقائق بسيطة عن ادعاءات إيران بشأن اسم الخليج الفارسي، وطبعا تشير بالتاريخ وإلى آلاف السنين قبل الميلاد،
قبل حتى أن تطلق أول تسمية وهي خليج فارس عام 325 قبل الميلاد، سبقها السومريون والأكاديون بوصف هذه البقعة المائية في الفترة التي تزعموا بها تلك الأرض وسيطروا عليها وكانت خاضعة لهم وتابعة لهم، قبل حتى الفترة التي أعلنت فيها إيران أو أطلق اسم خليج فارس على تلك البقعة بآلاف السنين، آلاف السنين. الآن مشاهدينا الكرام، نأتيكم بخريطة نشرت في الأطلس الصغير عام 1634 لرسام الخرائط جيراردوس ميركاتور، يظهر فيه الخليج مكتوب عليه باللغة اللاتينية اسم سينيوس أرابيوس، أي الخليج العربي. دعونا نشاهد هذه الخريطة مشاهدينا الكرام. كما تلاحظون هذه خريطة قديمة، وهو ظاهر أمام حضراتكم سينيوس أرابيكوس كما يظهر في هذه الخريطة، موضح أيضا باللون الأبيض. وهذه الخريطة كما قلنا في عام 1634. طيب، هناك صورة ثانية مشاهدينا نتابعها مع حضراتكم، نشرت في زمن الإمبراطورية العثمانية، ونجد عبارة خليج البصرة كما تلاحظون أمام حضراتكم. طبعا الخريطة كبيرة، جئناكم فقط بالجزء المهم في هذه الخريطة وهو خليج البصرة. وكما تابعتم طبعا في الانفوجرافيك، هناك تاريخيا كثير من علماء الخرائط والنحات والمفكرون وغيرهم أطلقوا في كتبهم تسمية الخليج العربي، خليج البصرة، خليج العراق في زمن الدولة العباسية وغيرها من هذه المصطلحات والأسماء التي تدلل على أحقية الخليج العربي والدول الممتدة على هذا الساحل بهذه البقعة المائية وكذلك بالاسم. الآن مشاهدينا الكرام، نستقبل الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي معنا عبر سكايب. حياكم الله دكتور. حياك الله عزيزي، شكرا جزيلا لكم، تحياتي الحارة. الله يسلمك دكتور. يعني بداية، بعد أن استعرضنا أمام حضرتك والمشاهدين الكرام بعض الحقائق التاريخية حول اسم الخليج العربي، لماذا تصر إيران على عبارة الخليج الفارسي؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم مشاهدين الكرام. الحقيقة موضوع حيوي جدا، يعني أشكركم جدا على إثارته في الوقت الحاضر، خصوصا الأيام الأخيرة تشهد فعلا يعني تحدي كبير من قبل النظام الملالي في إيران لتسمية مثل ما تفضل تقريركم الخليج العربي إلى الخليج الفارسي، رغم أنه إحنا لو يعني استعرضنا إحنا تاريخيا، أولا هو كان سابقا يعني منذ مئات السنين هو خليج البصرة، والبصرة كانت تمتد الحقيقة عبر السواحل السعودية إلى البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، نعم، والكويت. طبعا الكويت يعني أول المحطات اللي ممكن أن نتحدث عن الخليج هذا من جهة البصرة. أما من الجهة الأخرى اللي كانت أيضا لا ننسى إحنا، كانت دولة الأحواز العربية اللي هي أيضا يعني كان امتد عمرها من 1724 إلى 1925 عندما ضمت إلى يعني نظام الشاه في إيران، وكانت قبلها بفترة قصيرة الحقيقة حسب الوثائق العثمانية، كان هناك تقاسم بين العثمانيين والإمبراطورية الفارسية نتيجة طبعا مثل ما نعرف أنه الاحتلالات اللي صارت قبل ما يعني قبل الحرب العالمية الأولى اللي هي بين 1914 إلى 1918. نعم. الوثائق العثمانية الحقيقة مثل ما تفضل أيضا تقريركم، الوثائق العثمانية كانت تتص بشكل واضح على أنه فعلا يعني خليج البصرة هو يمتد من البصرة إلى يعني مضيق هرمز إلى يعني بحر عمان بهذا الشكل. هذا الخليج الحقيقة كان بشاطئيه هو عربي، لأنه لا ننسى أنه دولة الأحواز العربية صحيح.
يعني مثل ما كانت عشائر العربية، يعني بني كعب واللام وتميم وغيرها من العشائر العربية الكبيرة كانت تقوم فيها وتشكل يعني نسبة كبيرة، يعني علما أنه الآن إحنا إذا أخذناها بالتعداد السكاني وهي نقطة جوهرية الآن بالوقت الحاضر، يعني تعداد سكان إيران 84 مليون وهو تنوع عرقي واضح كبير، يعني بين الآذريين والفرس والعرب والكرد والبلوش وغيرهم، يعني العرب يشكلون أيضا نسبة غير قليلة. كم يشكلون الفرس من هذا التعداد؟ الفرس يشكلون اعتقد 60% عندما كنت يعني خطاني جزء اقل اكثر شويه، لكنه اذا فرضنا انه هم 40 يعني يشكلون 40 مليون. اذا فرضنا 40 مليون، اذا نصف او 45 او 50 مليون، نصف السكان سكان ايران، البقيه عرب واذاريين وبلوش وكرد. فاذا اذا النسبه هذه يعني هي تقريبا تقابل فقط نفوس العراق او اقل من نفوس العراق الى حد ما. لذلك انا اقول بالتعداد السكاني العرب هم الاغلبيه والدول العربيه هي الاغلبيه، يعني اذا فكيف يسمى خليج فارس؟ دكتور اذا سمحت لي، هناك تغريده من احد المغردين في موقع تويتر علي شندب يقول: ايران لا تسمي دولتها باسم الجمهوريه الفارسيه وتريد فرض الفارسية على غيرها، مكونات الشعوب الإيرانية تجعل الفرس أقلية حتى داخل إيران، ولهذا تتمسك بالأيرنة في الداخل والفرسنة والتفريس والافتراس في الخارج وضده. يعني لماذا فعلا، لماذا إذا كانت هي الجمهورية الإيرانية لماذا مثلا تتمسك بهذا المصطلح الفارسية رغم كونهم أقلية بحسب المغرد؟ السبب واضح، هو يعني حنينهم يعني رغبتهم بالهيمنة على العالم وعلى الخليج العربي باسم الإمبراطورية الفارسية. يعني هم رغم أنه ادعاءهم بأنهم دخلوا الدين ويعني استخدموا الدين يعني المذهب الصفوي بنسميه احنا، وهم يدعون انهم اتباع الاثنا عشرية او اتباع امام علي، وهذا طبعا يعني كذب فاضح، لانه الحقيقة لو شئنا ان نسمي بالفعل يعني ما يتبعوه ولاية الفقيه الان انه هو جزء من المذهب الشيعي، فهو الامام علي عليه السلام هو عربي، يعني من اقحاح العرب، وطبعا ايضا اللي موجودين الان من الائمه هم كلهم ايضا من نسل النبي صلى الله عليه وسلم ومن نسل الامام علي. فاذا كيف نسمي احنا يعني هذه القضيه الفارسيه وهم يثبتون بهذه القضيه؟ ايضا لا ننسى انهم يدعون بانه هم احفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا ايضا يقول احد العراقيين: في زمن الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يطلق على الخليج العربي حاليا خليج البصره، تمام؟ اذا كنتم انتم تقتدون بالامام علي عليه السلام وتتبعونه بحذافير تفاصيل حياته، اذا لماذا تشذون عن هذه الجزئية، تريد تتمسكون بالجزء المعني بالخليج الفارسي؟ طبعا يعني هناك لغط داخل الشارع العراقي وغضب حقيقة من هذه المحاولات الإيرانية لجر العراق إلى الجانب الفارسي. لماذا برأيك تسعى إيران باستمرار إلى سلخ العراق من هويته العربية؟ هذا هو الحقيقة من مشاكل أو من نتائج الحرب العالمية الثانية، لأنه لما رجعنا الوثائق العثمانية هي أصدق بكثير من كل الوثائق اللي طرحت حقيقة، والحق يقال، لأنه أعطت حق التاريخ والجغرافيا بعيدا عن السياسة ونفوذ الدول التي احتلت المنطقة. احنا ندري انه اتفاقيات ومعاهدات يعني قد ابرمت في تلك الفترة بعد الاحتلال البريطاني الفرنسي لمنطقتنا، يعني المنطقة العربية والشرق الاوسط عموما، يعني من نتائج الحرب العالمية الاولى بعد خصوصا 1918. لذلك الوثائق تم التلاعب بها، يعني الوثائق البريطانية الفرنسية طبقا لمعاهدة يعني اتفاقيات سايكس بيكو ومعاهدة لوزان، الحقيقة تم فعلا بشكل فاضح، حتى التسميات، يعني حتى اصلا يعني دولة الأحواز العربية قد قدمت يعني الى 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 الى, إلى, إلى إيران واستولت عليها، يعني ظلما وعدوانا مثل ما يقال. لذلك انا اقول حتى العراق لم ينجو
من أنه هم يدعون بأنه تركوا آثار في المدائن في طاق قسرة مثل ما يسموه، لكنه تناسوا أو نسوا أنه العراق الحقيقة يعني قد تم تأسيسه ويعني في ولاية الكوفة وفي سامراء والدولة العباسية ويعني حكم الإمام علي عليه السلام، وطبعا أيضا الدولة يعني صارت عاصمة الدولة الإسلامية يا بغداد، فلذلك لا يمكن التغاضي عن كل هذه الحقائق طيب. التاريخية بحجج يعني طائفية واهية لا يمكن تصديقها. أعود لحضرتك بعد قليل دكتور حامد. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في منبر الرافدين قمنا بإجراء استطلاع رأي في الشارع العراقي لبعض العراقيين المواطنين في الداخل، وأبدوا آراءهم بشأن هذه الادعاءات الإيرانية، بشأن رفع الشكوى إلى الفيفا، بشأن استجواب أو استدعاء السفير العراق في طهران، كذلك حديث وزير الخارجية الإيراني بشأن مصطلح الخليج العربي وقال بأنه عبارة زائفة. دعونا نستمع ما الذي قاله بعض العراقيين بشأن هذا الموضوع ثم نعود. ما نتقدم اعتذار، هم شنو على اساس نقدم لهم اعتذار؟ هم شنو ايران؟ احنا ايران، احنا كشعب احنا ما نحترم ايران. ليش؟ لان ايران تدخلاتها بالعراق صارت يعني لا تطاق، تدخلاتها يعني صارت اكثر من اللازم. يعني على اي اساس نقدم لهم اعتذار؟ هم شنو حتى نقدم لهم اعتذار؟ احنا ما ننسى انه ايران هي سبب دمار وخراب العراق من 2003 ولحد هذا اليوم. على اي اساس نقدم لهم اعتذار؟ شنو هم حتى نقدم لهم اعتذار؟ احنا خضنا حرب وياهم 8 سنوات، وهاي الحرب ال8 سنوات حرب طاحنه، هاي دي يطلعوها بينا بواسطة عملائهم الموجودين هنا بالعراق. فدي قدم اعتذار، قدم. احنا حكومه ضعيفه، حكومه مهزوزه، حكومه ما عندها شخصيه زين، فيقدمون اعتذار او يقدمون حكومه. هاي حكومه ما معترف فيها اصلا، هاي الشعب ما منتخب هاي الحكومه اصلا، هاي الحكومه اجتي بواسطه الاحزاب وليس الشعب اختار هاي الحكومه. فيقدمون اعتذار الحكومه بس الشعب ما يقدم لهم اعتذار، لان احنا كشعب ما نحترم ايران. هو خليج قبل كان يسموه خليج البصره، هو خليج البصره وليس خليج الفارسي. فمصرين يعني ما اعرف يعني يريد بالنسبه لهاي الحكومه. احنا انا والله بالنسبه لي انا كمواطن عراقي بالنسبه لي هاي الحكومه الموجوده هنا ما تشرفني انا. ليش؟ لان انا ما منتخبها ولا تشرف الشعب هذا، لان هاي الحكومه ما منتخبه من قبل الشعب. الاحزاب جابتها وفرضتها علينا غصب ما علينا، مثل ما فرضوها من 2003 ولحد هذا اليوم. احنا شفنا خدمات من هاي الحكومه حتى احنا نحترم هيك قرارات مال الحكومه. هاي الحكومة ما تخص الشعب، هاي الحكومة تخص نفسها ومصلحتها. زين، تريد تقدم اعتذار الحكومة بس الشعب ما يقدم اعتذار لإيران. إيران تدخلاتها أصبحت لا تطاق بالعراق، سبب دمار العراق وخراب العراق هم إيران. والله شو احنا نستغربها يعني بهذا الوضع هذا، خاصة هي 25 دورة. شو ما اعترضت إلا هسه الله ده تعترض؟ ثاني شيء يعني والخليج خليج عربي، من قالوا بلا من وعينه يقول هو الخليج خليج عربي، ما فد يوم سمعنا هو الخليج الفارسي. إذا الخليج الفارسي يعني إيران على الزعلانة، مو تقول أنا دولة إسلامية، إيش زعلانة؟ هي دولة إسلامية، على شو تقول فارسي؟ خود تقول الخليج الإسلامي، ليش تقول الخليج الفارسي؟ والخليج خليج عربي وهذا ما حد يزايد عليه. وإيران يعني هي معروفة دائما وضعها هذا، دائما يعني تحاول هيك ظروف تخلي تريد العراقيين ما يفرحون، يعني فرحانين والدول كلها فرحانه. وطبعا احنا حضننا العربي يبقى عربي، واحنا شعب يعني مضياف والحمد لله والشكر. يعني نجاح البطوله مال البصره يعني نجاح كبير للعراق، واهل البصره يعني مشهود لهم ما شاء الله. تحاول يعني لحد الآن شو يعني هي تاريخ يعني وذاك هو مبين تاريخ يعني مبين التاريخ الإيراني والتدخل الإيراني بالعراق واضح.
من زمن قالوا بلا زين، يعني ما يحتاج لها. شو تريد؟ قال احنا اقتصادنا متخرب من وراء ايران، كل شيء متخرب من وراء ايران زين. يعني والله هو هذا التصريح يعني غير لائق بينا، لانه لو كان المفروض يصرحون به كان من ضمن التصفيات مال التصفيات الخليج السابقه، مو هسه يعني يلا تذكروا بانه هو هذا الخليج العربي، وهسه اقول عفوا تذكروا هو هذا الخليج الفارسي. كان المفروض بالتصفيات السابقه اللي مرت يعني 24 تصفيه، هسه عرفوا بانه هذا الخليج هو عربي او فارسي، فما لهم حق. بس كودا صارت التصفيات عندنا بالعراق اعتقد شغله مقصوده، هذا هاي حقيقه مغالطه يعني للتاريخ. التاريخ هو يقرا نفسه ومعروف كم دوله هي حاليا اللي مطله على الخليج، كذا دوله عربيه. ايش معنى يعني يسمى بالخليج الفارسي؟ هي دوله واحده اذا كان مطله من جانبهم فهي شيء يخصهم تسميه لهم، بس هو كذا دوله عربيه مطله على الخليج فما من حقهم. هذا تاريخ عريق قديم وهو يقرا خليج عربي يعني. طبعا هذا الشيء مو بصالحهم، هم حاولوا يسيطرون من 2003 لحد الان على العراق ويضموه، انه مثل ما كان تصريح احد المسؤولين عندهم بانه العراق هو ولايه من ولايات ايران، فاعتيادي ما يليق بينا بانه نبقى تحت وليات احد من عندهم او اي دوله ثانيه، فاعتيادي انزعجوا من هذا الاتحاد وهذا الانضمام للدول العربيه. ومثل ما لاحظنا التصفيه شلون لمت الشمل العربي وكلهم رحبوا بالتصفيات عندنا تكون بداخل العراق. استمعنا مشاهدينا الكرام، ناخذ سريعا بعض الاتصالات. السيد ابو علي من نواصط، تفضل يا ابو علي حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير لحضرتكم ومساء الخير للعراقيين. سيدي الكريم، يعني بصراحه الاخوان المتحدثين من بغداد هم طبعا هم يعني افصحوا عن سبب ايران ليش تحتج احتجت بهذا الوقت، يعني نعم. ليش بس بالدوره هذه 24 دوره؟ الدوره السابقه كانت بقطر ما احتجت. طبعا ايران انفقت المليارات من اجل ان تسلخ العراق من عروبته. حاولت بشتى الطرق، ثبتت الاحزاب الطائفيه مالتها حتى انه تبعد العراق عن عروبته. يعني كلكم تتذكرون في اجتماع الجامعه العربيه اللي صرح اعتقد بالبرلمان الايراني رئيس البرلمان او شيء، قال انه بغداد تابعه للإمبراطورية الفارسية. يعني يصرح في أوقات أن العراق يكون جزء من أمة العربية، هم يردون هذا الشيء. وأكثر من مرة حاولوا يطلعون العراق، لأن كان ترفض التنظيم البطولة. طيب. كان يحاولون يطلعون. لو لاحظت يعني إيران انصدمت من حب أهل البصرة وحب أهل العراق لدول الخليج العربي المحيطهم العربي. نعم. يعني الكل يشهد، يعني اخواننا العرب يشهدون انه لم تقام بطوله مثل هذه البطوله، فهذه هي سبب طيب. تصليح ايران لهذا الوقت. شكرا جزيلا سيد ابو علي من واسطه، انا اشكر حضرتك. طبعا اعتذر من الاخوه المتصلين، ناخذ الاتصالات بعجاله. ويانا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لك استاذ محمد والاستاذ الصراف المحلل والاكاديمي العراقي. أنا وسهلا. أستاذ محمد، بالنسبة لتسمية الخليج العربي بالخليج الفارسي، هذا يعني بعيد عن الحقائق والوقائع. يعني احنا نعرف من زمن السومريين والأكاديين والشتم الرسام الخرائط الشتم جولوكس والرومان وطليموس، ويعني كثير من التاريخ من الحقائق التاريخيه تثبت بانه هذا الخليج خليج عربي. نعم. بس انا عندي عده ملاحظات على عجاله استاذ محمد. تفضل. العتب على المنظمين هذه الدوره. يعني فاتهم فد شيء، يعني اذا اثبت تسميه بطوله الخليج مو بطوله الخليج العربي، بطوله دوره الخليج 25. هذا المفروض يعني الغاء تسميه الخليج العربي. نعم. فالمفروض هو بطوله الخليج العربي 25، هاي وحده. وعتب الاخر على دول الخليج العربي ومجلسهم، مجلس التعاون الخليجي، المفروض
يكون مجلس التعاون العربي الخليجي، فاللي جسر إيران وخلاها تجسر على هذه التسمية بعد يعني هذه البطولة اللي رقمها 52 حسب ما أعتقد، وين كانت يعني إيران من ذيك البطولات؟ طيب. لكنه لأنه شافت الزمن زمنها وأكو ديول وأصوات إلها تدافع عنها فجرأت. شكرا جزيلا. نعم وصلت الفكرة سيد عبد الرزاق، أنا أشكر حضرتك. أعود لحضرتك دكتور حامد، يعني استمعت إلى آراء مواطنين عراقيين في الداخل والأخوة المتصلين، يقول السيد عبد الرزاق من بابل، وطبعا هو أكو إجابة على ما ذكره، ولكن أيضا سؤال لحضرتك، يقول سميت هذه البطولة بدورة خليجي 25 تمام؟ نعم. محمد الشياع السوداني بالافتتاحية قال بأنه بطولة الكأس الخليجي العربي، ثم بعد ذلك عندما اعترض وزير الخارجية الإيراني على هذا الموضوع صحح محمد الشياع السوداني هذا التوصيف أو هذا الاصطلاح عن طريق تغريدة في موقع تويتر ذكر فيها خليجي 25 فقط. نعم. لماذا لا توجد شخصية سياسية وسيادية للعراق للرد على إيران بهذه الافتراءات أو الادعاءات؟ الحقيقة هو هذا اللي يفترض أن يكون في العراق. العراق عربي، لغة الرسمية عربية، لغة القرآن الكريم عربية، ما هم يتحدثون أيضا بالعربية، فبالتأكيد لما هذه اللغة التي يتحدثون بها وهي لغة الضاد اللي هي أجمل اللغات في الكون، لذلك عليهم أن يخجلوا طبعا، لأنه العرب ليسوا طارئين على المنطقة ولا هم جاءوا من خارج هذه الجزيرة العربية والدول العربية، واضحت المعالم وواضحت النفوس وواضحت الأهداف، لكن مثل ما تفضل أحد الأخوان وفعلا يعني هذه طبعا أنا بس تعقيب بسيط، ردود الأفعال اللي موجودة في الشارع دليل قاطع على فشل ادعاءات إيران، بل بالعكس يعني أججت المشاعر ليس فقط عند العراقيين وإنما عند كل يعني خليج الخليجيين، وهذه المناسبة الحقيقة هي أيضا يعني فد التفاتة فد محطة مهمة جدا في تاريخ مسيرة العرب وخصوصا في دول الخليج العربي، لأنه هذه فاتحة خير على الجميع سوف تؤسس لمرحلة قادمة مهمة جدا، أهمية تنطلق من أنه سوف يعم الوئام والمحبة والسلام والرغبة في التعاون من أجل إعمار ما دمرته الحروب خصوصا إذا كان في العراق، ومعرفة العدو المشترك. العدو طبعا هناك أعداء الحقيقة اللي سمح لإيران أيضا الغرب العنصري، لا ننسى أنه هو يعني إيران مدعومة، وأنا أشرت إلى هذه القضية. نعم. هم يسمون الخليج بالخليج الفارسي يعني تناغما مع ما تريد إيران، لذلك لما نأتي نحن بحق وطبعا للأسف الشديد يعني تراجع محمد الشياع السوداني على عكس رئيس الفيفا، الفيفا قال أيضا في كتابه في خطابه في تداوله القضية أصبحت الآن يعني إذا كان يقولون بطولة خليجي 25 وإذا يقولون بطولة الخليج العربي فهي هي نفسها يعني يعني بالنسبة لنا التسمية إذا كانت مختصرة لا تعني من أنه يعني رفع كلمة العربي من الخليج يعني ثلمة أو سبة، بالعكس نحن مصرون على أنه هذا الخليج بما أنه الشعوب العربية يعني من عمان إلى العراق إلى البصرة ومن الضفة الأخرى الأحواز، هذه الشعوب العربية هي التي تقطن هي اللي تشرف على هذا طيب. الخليج، لذلك يسمى خليجا عربيا دكتور حامد. نعم. ذكرت حضرتك نقطة تتعلق بالدور الدولي، الأمم المتحدة في رسائلها وفي خطاباتها باللغة العربية تذكر الخليج العربي، وحين تتداول الأخبار أو التقارير باللغات الأخرى تذكر الخليج الفارسي. كان هناك أيضا تقرير عن أحد السكرتارية في الولايات المتحدة في البيت الأبيض ذكر في إحدى الخطابات والمداخلات الخليج العربي، رغم تثبيت الولايات المتحدة لمصطلح الخليج الفارسي من عام 1917، وتكرر هذا الموضوع مع سكرتارية أخرى. هل تعتقد بأنها لعبة دولية أو رغبة دولية ببقاء الوضع على ما هو عليه بهذا
بهذه المصطلحات المختلفة في سبيل استفزاز إيران أو في سبيل استفزاز العرب بين حين وآخر أو إثارة مشاكل في هذه الجزئيات؟ بالضبط، يعني هي خليط من استفزاز لطرف دون طرف آخر في بعض المناسبات، وأيضا تأليب الصراع. والحقيقة هذه مسألة العرب لا ينحدرون إلى هذا المستوى. في كثير من الأحيان العرب يغضون الطرف عن كثير من الأمور، لكنه يعني هم متشبثين تلقائيا، لأنه يعرفون حق المعرفة. من البديهيات التي يتعامل بها العرب أنه هذا خليج عربي، لكن الفرص بالنسبة لهم ما يتعامل مع بعض المنظمات الدولية وخصوصا مع الأمريكان، والأمريكان في هذه القضية يتعاملون بخبث متناهي. هم والبريطانيون والفرنسيون أيضا، إلى جانب بعض العرب اللي هم صاروا أتباع، عفوا الغرب الذي يتبع الإرادة الأمريكية. لذلك أنا لما أقول تأليب الجانب الفارسي أكثر من الجانب العربي. الجانب العربي لا يهم ما تروج وما يدعون به، لأنه أنا أقول لك بصريح العبارة، العرب هذه المناسبة بالذات في مناسبة خليجي 25، يعني فرحتهم تطغي على كل ما يقولونه إذا كان الإيرانيون وإذا كان الغرب. لذلك هم فرحون أنه اللقاء على أرض الواقع تم. أين؟ في البصرة، في ثغر العراق الباسم هذا. لذلك أنا أقول الفرس هذه الحادثة أغاضتهم، استفزتهم. يعني إذا نقل الاستفزاز أكثر من فكرة مصطلح الخليج العربي، التجمهر العربي بحد ذاته ورؤية العراق يعود إلى حضنه العربي وإلى مكانه الطبيعي، استفز وأثار حفيظة إيران. تمام، هذا اللي حدث الحقيقة. لذلك أنا أقول تشديدهم على هذه المناسبة بالذات. أحد الأخوان، أحد المشاركين في الاتصالات، قال أنه في قطر حدثت، وفي الإمارات، وفي كل دول الخليج الحقيقة. يعني أقاموا 24 دورة خليج عربي. لماذا لم تستفزهم تلك المناسبات لما وصلت إلى البصرة؟ لأنه العراق إلى موقع الخاص، موقع التاريخي، موقع استراتيجي. هاي واحدة. اثنين، البصرة أيضا هم طامعين بالبصرة، لا ننسى. يعني أيضا يجب أن نتذكر، نعيد شوية، نعود للتاريخ القديم الحديث، ليس القديم. التاريخ الحديث يقول لما دخلوا للبصرة كانوا سعداء. للأسف الشديد لما احتلوها في الحرب العراقية الإيرانية خلال 8 سنوات، لكنه لما خرجوا كانت انتكاسة كبيرة بالنسبة لهم. يعني من الفاو ومن البصرة. كانوا الحق هدفهم الأساسي هو سلخ البصرة عن العراق. لذلك هذه هيهات أن تحدث، لأنه العراق بلد موحد، والعرب أيضا يقفون الآن مع شقيقهم الأكبر اللي هو العراق. اسمح لي دكتور أعود لحضرتك بعد قليل. مشاهدينا، نكمل متابعة آراء العراقيين في الداخل العراقي بشأن هذه القضية التي أثارتها إيران، الشكوى إلى الفيفا واستدعاء السفير في طهران، وهذه هذا التهجم على العراق. وصلت كما قلنا صحف إيرانية تصف ذكر الخليج العربي بالإساءة والتجاوز العراقي، ومصطلحات كثيرة وعبارات كثيرة ذكرت في الصحف الإيرانية تهاجم العراق وتهاجم العرب بسبب الخليج العربي. لنستمع إلى حديث بعض العراقيين ثم نعود. هاي أول شيء هي ما لها أي حقوق، لأن هل فيها عالميا مسجلة أنه الخليج خليجي عربي، ومن بعد سقوط الدولة الفارسية هم بدأوا يشبثون، يريدون يرجعون الدولة الفارسية. ومن صارت الحكومة اللي موجودة بعد السقوط في 2003 قامت تشبث هي على أنه تريد ترجع هيبة الدولة الفارسية، وهذا ما يكون، لأن الخليج العربي والعرب والمسلمين كلهم كلمة واحدة وشعور واحد بأن يبقى العرب عربية واحدة، والدولة الإسلامية تبقى دولة إسلامية واحدة للعرب جميعا. هاي مثل يقول لك يريد يعمل لعبة فرق تسد، على مود يريد يساعد على أنه تشويش العقل الشباب اللي موجودين، اللي ما ينتبهون على التاريخ جيد. لو ينتبهون على التاريخ جيد أنه يفتخرون بتاريخهم العربي، لأن تاريخ العرب وتاريخ الإسلام هو أعظم تاريخ بالعرب
أمم بالكرة الأرضية كلها، مو بس بالأمم. إضافة لهذا، إضافة لهذا أنه أقوى تاريخ وأقوى علم، وجميع العلوم اللي موجودة بالعالم هي بدايتها من بداية العرب. تعليق إيران على تسمية الخليج الفارسي، إن هم يعتبرون هم مطلين على الخليج فيعتبروا فارسي، بينما دول الخليج العربي من السعودية إلى سطر عمان مطل على الخليج العربي يسموه خليج عربي. فكل طرف إذا أدى وثيقة يثبت عادية الخليج إلى يقدمها للأمم المتحدة، والحل النهائي من الأمم المتحدة يم الجهات الدولية المسؤولة عن هذا الأمر. إحنا بالنسبة لنا ما هم يعني الخليج ما طالما دول عربية يعني خليج عربي، هم بالنسبة لهم ينطلقون من طلقات عرقية وأممية هذه ما تمشي أدى. إحنا الخليج العربي من زمان هو خليج عربي والسلام. أولاً هاي سياسة الدول، سياسة الدولة العراقية سياسة ضعيفة، فقامت أغلبية الدول تتحكم مصير العراق سياسياً ودولياً واقتصادياً بكل شيء. أما أنه الخليج الفارسي أو الخليج العربي فترجع إيران على التاريخ القديم، كان مسمى بخليج البصرة أصلاً، مو أصلاً مو خليج العربي ولا أنه خليج البصرة. فهنا الدولة كل ما تكون ضعيفة، وشيء ثاني هي رياضة هاي جابها على أنه هي تريد إثبات وجود، أنه تريد تغير معالم الخريطة الجغرافية والجيولوجية بكل شيء. يعني هي تحاول تسوي سياسة بعيدة عن العراق. إيران وغير إيران ما تقدر، حضارة العراق 7000 سنة تقدر تغير يعني هذا الشيء بالخيال. هاي إيران لو بس تقف العراق، العراق يبغى خير والله العظيم. إيران بس تقف العراق، العراق بخير. بس إيران ما تقف العراق، هي تريد تفسد البطولة مال الخليج. طلعت هاي السالفة مال الخليج العربي، تريد تخربها. شلون البطولة؟ شلون الخليج العربي؟ لأن يعني الخليج العربي هسه تقريبا أسياد العالم هم، فشلون اجتمعوا كلهم بالبصرة؟ لازم يفسد هاي البطولة. يفسدها بأي طريقة؟ طلع الخليج الفارسي. يا خليج فارس سابق الناس خليج عربي، من قالوا لهم الخليج العربي؟ مين اللي جيتهم الخليج الفارسي؟ وعلى أساس؟ على اساس انهم فرس؟ انت انسان، انت فرسي عجمي، انت جابك على ذول. هو افساد بطوله كاس الخليج باي طريقه يكون، صارت بالبصره وبالعراق، افسادها بطوله بايش راح يروح خير. يستفادون بالوراق، يستفادون صناعاتهم كلها، ما حد يمشي غير بس العراق، من صناعتهم وزراعتهم وتجارتهم ما حد يمشي غير العراق. اصلا ايران ما حد معيشه غير العراق، تريد باي طريقه تفسد هاي الطريقه، لان حتى تبقى العراق حصتها هذا وقت. مشاهدينا الكرام، نستقبل السيد أبو علي من لندن معنا عبر الاتصال، تفضل. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للخليج العربي غصبا على خميني وخامنائي، يعني يريدون يقيمون دعوة عليهم دول الميليشيات، هم يقفهم يعني حكم ضعيف. بلد لازمي عصابات ميليشيات طبعا يعني، ولا لو اكو دوله واكو قانون واكو حكومه قويه تتجرا بالله يعني يشتكون عليهم. هو على اساس الخليج الفارسي يعني كودنا احتلوا 4 محافظات يريدون يحتلون الشرق الاوسط. الخليج العربي يبقى خليج عربي غصبا على ايران وعلى الميليشيات. انا ما جاي افتهم خليج الفارسي شلون جبتوها، خليج الفارسي منين جبتوها هاي الفيلم؟ بس هم استاذ محمد هم يشوفون ميليشيات يعني ذولا بالخضراء ناس ضعفاء او عملاء لهم. نعم. فمن هاي يتحكمون بهم. طيب سيد ابو علي انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا. قبل ان نعود الى دكتور حامد، مشاهدينا الكرام، تم تداول هذا المقطع بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يظهر وكانه رجل دين يرتدي العمامة الدينية ويرد على هذه الادعاءات من قبل ايران ويدحض زيف ادعاءاتها، وكذلك يرد على من يحاولون أن يثيروا هذه المعلومات الكاذبة المتعلقة بالخليج الفارسي. دعونا نستمع إليه ثم نعود. شفتوا أنه هذا واحد من حكام إيران يقول لي واجب على الحكومة العراقية تعتذر، ليش بالله؟ والله لأنه سميتوه الخليج العربي، فليش؟ يقول لازم يسمونه الخليج الفارسي. أرجع للتاريخ، حتى قبل الميلاد كانوا يسمونه البحر الأسفل على ما أعتقد والبحر الكبير. وفي زمن أمير المؤمنين عليه السلام كانوا يسمونه خليج البصرة. مو تدعون الإسلام
شوف في دولة أمير المؤمنين خليج البصرة نعتذر منين؟ المفروض اللي يعتذر مو احنا عمي، تبي اشتبه اللي يعتذر الباقي انفياطاتنا، اللي يعتذر تدمر بلدنا، اللي يعتذر تجزأ بلدنا، اللي يعتذر القشمر على الناس باسم الإسلام وباسم الفتاوى، هذا اللي يعتذر. اللي يعتذر اللي سوالنا أحزاب ما كان لهم قيمة سوالهم قيمة وقشمر الناس بيهم. اللي يعتذر اللي جزأ بلدنا اللي خلى أخو ما يحب أخوه. اللي يعتذر الباقي نفطنا نفط البلد وقالهم تعالوا خمس وبوقو تعالوا خمس يمي، هذا اللي يعتذر مو احنا عمي، احنا رأسنا مرفوع، احنا ما نعتذر منك ولا من أمثل. انت شنو موقعك نعتذر؟ والله قندرة ما تسوالك، في السير بالسوق ما تسوالك، منو انت؟ دكتور حامد، استمعت الى اراء مواطنين عراقيين ومن ضمنهم الشخص الذي ظهر في هذا المقطع، يبدو هو رجل دين يرتدي العمامة الدينية، تحدث بهذه الطريقة، هذه الطريقة قد تستفز إيران أكثر من مصطلح الخليج العربي. يعني جنت على نفسها براقش كما يقال بيت الشعر. يعني أنا أقول التعامل، تعامل النظام الملالي في إيران حقيقة ساذج وغبي حشاكم. سبب جدا بسيط، أنه شوف التردد الأفعال الآن، يعني رب كما يقال رب ضارة نافعة. يعني التفرقة اللي عملتها وصرفت عليها أحد الأخوان يقول مليارات، فعلا يعني صرفوا جهد كبير منذ عقود من الزمن الإيرانيين من أجل تفرقة الصف الوطني العراقي. يعني بين أطياف وبين ملل وبين يعني عراق وغيرها، وطبعا دقوا بالأخير على القضية الطائفية لكنه لم ينجحوا، بدليل الآن أنا لا يعني لا أستمع إلا بأصوات عراقية، عراقية نقية يعني أصيلة من رفض واضح إذا كان في داخل العراق وإذا كان خارج العراق. لذلك هذا الحدث البسيط حقيقة يعني لم شمل العراقيين ولم شمل الشعوب العربية في الخليج وخارج الخليج أيضا. لذلك أنا أقول الحقيقة رب ضارة نافعة، أنه دعهم يغردون ما يشاءون، لكن نحن يجب أن فعلا نستغرق بالتفكير في بناء مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة. أنه كيف بالفعل نوحد جهودنا العربية، هذه انطلاقة مهمة. طبعا نهنئ الفريق العراقي اليوم على فوزه على الأشقاء اليمنيين، هذه نقطة مهمة. العراق سوف يستعيد مكانته اللائقة ليس فقط على الصعيد الرياضي وعلى صعيد لمة الشمل الخليجي والعربي، وإنما على صعيد إعادة الإعمار والتصدي لكل الأعداء. ولذلك أنا أقول العراق القوي هو موقف عربي قوي، وهذا هو الحقيقة عشنا، لأنه كانت الدولة يعني الدولة الإسلامية هي العراق، هي يعني عاصمتها بغداد. فلذلك في العصر الذهبي وكنا فخورين وما زلنا نفتخر بأنه بالفعل العرب تركوا آثار إلى أوروبا وإلى الصين، وصلوا إلى الأندلس، أسسوا الدولة الأموية في الأندلس. لذلك نفتخر بأنه يعني نتاج وعطاءات العرب كبيرة جدا وسوف تعود لأمجادها السابقة إن شاء الله. دكتور حامد، أكثر الناس اللي دافعوا عن إيران في الموقف الأخير الذي حصل هم الذين يحسبون أو يحسبون أنفسهم على العراق والعراقيين. التوابع للأحزاب من الأذرع الإعلامية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر على قنوات فضائية، هم يتقاضون الرواتب من المال العراقي، من خزينة الدولة العراقية، من أموال العراقيين، ويأكلون من طعام العراقيين، ويسكنون في العراق، ويتملكون ولديهم سيارات وغيرها، ويخرج على وسائل الإعلام أو في مواقع التواصل يقول كلا الخليج فارسي والخليج ليس عربيا. هؤلاء متى سينتهي العراق منهم ومن هذه النماذج التي تعم على العراقيين وتحاول أن تثير بلبلة داخل المجتمع العراقي؟ هذه عملية مستمرة الحقيقة، الخلاص منهم هو عملية بها تداعيات وبها رهاصات يومية. شوف حتى اللقاءات اليوم يعني من خلال برنامجكم الموقر ولقاءاتك انت وحديثك ويا الاخوان، اذا كان في بغداد واذا كان في المحافظات واذا كان بالخارج، الان في يعني مواقع التواصل الاجتماعي في حديث مستمر، هذا يدل دلالة واضحة على ان هناك فعلا ثورة فكرية حقيقية عراقية وعربية للتصدي لهؤلاء، لان هؤلاء اخبث ما خلق الله سبحانه وتعالى من انه يخونون بلدهم.
يخونون مكان الذين تربوا ولدوا وتربوا وشربوا مياه دجلة والفرات والحقيقة أغنوا أنفسهم أيضا، أثروا وسرقوا ثروات وهربوا ثروات إلى إيران وغير إيران. لذلك أنا أقول هؤلاء يعني نفسهم قصير سينتهي قريبا، وإن ادعوا بأنهم هم يدافعون عن المذهب وعن هذا وهذا كله كذب يعني باطل. إنه أنا أقول يعني سوف ينتهون قريبا إن شاء الله بثورة فكرية ثقافية عربية عراقية حقيقية، أنه نحن أصحاب الحق. لذلك ما دام الحق معنا نحن منتصرون. وأنا أقول لك يعني هؤلاء فعلا يعني منهزمون الآن، لذلك يتشبثون بإيران، وإيران النظام البلالي لن يبقى. ما الذي بقي للنظام في إيران؟ هو الآن يتآكل من الأسفل و والتظاهرات والثورة تنخر في أساس هذا النظام. تمام، هذا هو اللي راح يحصل الحقيقة في العراق. الأيام والأسابيع والأشهر القادمة ستشهد أيضا ثورة استكمال لثورة تشرين المباركة وثورة الوعي العراقية الحقيقية للاستقلال عن كل ما حدث خلال السنوات أو العقود العجاف اللي مر بها العراق من حروب واختراقات وصراع وقتل على الهوية وعلى يعني قتل طائفي. لذلك أنا أقول فعلا يجب أن نطرد كل الغزاة والمحتلين إذا كان إيرانيين إذا كان أمريكان إذا كان بريطانيين، وننتهي من هذا يعني هذه الفترة الكأداء اللي مرت على الشعب العراقي. للأسف الشديد إحنا دفعنا ثمن كبير، لكنه الآن انفتحت أبواب الخلاص من هؤلاء إن شاء الله والمرحلة القادمة. نعم، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة عبر سكايب، وشكر موصول لكل من شاركنا ولكل من يتابعنا مشاهدينا الكرام. نشكركم لطيب المتابعة ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.